لا تزال المنظمات الإنسانية وحكومات عدة تبدي تخوفاتها من الهجوم البري المحتمل الذي تستعد له إسرائيل، والذي يهدد بكارثة إنسانية ستعصف بأكثر من مليون شخص. وتعد مصر من أكثر الدول التي كان موقفها حاسما من أي تحرك إسرائيلي في رفح، وهو الأمر الذي حذرت منه مرارا وقالت إن من شأنه أن يضر بالعلاقات مع إسرائيل. ونقلت وسائل إعلام غربية عن مسؤولين مصريين تهديدات بتعليق العمل باتفاقية كامب ديفيد للسلام حال تنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وهي المرة الأولى التي يتم فيها التهديد بتعليق الاتفاقية الموقعة عام 1978. وأكدت المواقف المصرية السابقة على تحمل إسرائيل مسؤولية أوضاع ومصائر الفلسطينيين في غزة، وأعربت عن قلقها أيضا من تدفق مئات الآلاف من المدنيين الفارين من الاعتداءات على رفح، وهو ما يهدد الوضع الأمني في مصر. وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، قال في تصريحات صحفية أن هناك اتفاق سلام بين بلاده وإسرائيل ساري المفعول منذ 40 عاما وسيظل قائما، وهو ما رأى فيه متابعون لتصريحات محاولة لتحميل إسرائيل مسؤولية الحفاظ على الاتفاقية بطريقة مشتركة. ويرى مراقبون أن خيارات القاهرة السياسية محدودة أمام الإصرار الإسرائيلي على اقتحام رفح، فاتفاقية السلام الموقعة بين طرفين تحظر على أحد الأطراف التحرك في مناطق حدودية دون موافقة الطرف الآخر، كما أنها في المقابل تعطي إسرائيل نفس الحق عند تحريك مصر لقواتها في المناطق الحدودية في سيناء. وكانت إسرائيل قد سمحت قبل سنوات بتحرك الجيش المصري في مناطق شرق سيناء الحدودية التي تحظر الاتفاقية عمل الجيش بها، وذلك حين احتاجت مصر لملاحقة مسلحي ولاية سيناء، وهو ما يمكن استخدامه كمبرر بملاحقة إسرائيل للمسلحين في رفح. فهل تستغل إسرائيل هذه الأفضلية لتنفيذ خطتها وبالتالي تنفيذ المخطط الذي يعتبر غير معلن وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء بحسب المحللين؟ إذن للنقاش حول هذا الموضوع نرحب الآن بضيفنا مباشرة من القاهرة، نرحب بالدكتور سمير غطاس رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. أهلا بك معنا في المشهد الليلة. وربما في البداية حتى نربط بموضوع ربما أي هدنة محتملة قادمة هنا، هل تعتقد أن الوصول إلى أي اتفاقية قد يؤخر ربما من النوايا الإسرائيلية للتحرك في رفح؟ يعني هذه هي المهمة الأولى التي عملت من أجلها الاجتماعات التي استضافتها القاهرة بدءا من الساعة 2:30 بعد ظهر أمس، الرباعية الدولية التي شاركت في باريس في صياغة ما يسمى بإطار الاتفاق الذي بعده تم إرجاء أي كلام عنه بعد أن قامت حماس بتسليم ردها وإسرائيل رفضت هذا الرد، ومن ثم انشغلت أطراف عديدة وخاصة مصر بالعودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات من أجل ذلك لإنقاذ الفلسطينيين، الشعب الفلسطيني أولا، وهو الذي من المحتمل جدا أن يقع ضحية جديدة وربما في مأساة أكبر بكثير مما حصل خلال 130 أو 131 الأيام السابقة. مصر عملت على صياغة مشروع أولي، مسودة أولية للتوصل إلى اتفاق عرضتها على الأطراف، ومن ثم اجتمعت ما يسمى بالرباعية بهذه الرباعية بعد مماطلة قليلة من إسرائيل، لكن الوفد الإسرائيلي في النهاية انضم إلى هذه الرباعية، ومن ثم تم الاستماع إلى ملاحظات الأطراف كلها على مسودة الورقة الأولية، ثم غادرت الوفود إسرائيل، الوفد الإسرائيلي غادر إلى تل أبيب، ثم غادرت الوفود كلها. عكفت مصر بعدها على دعوة حماس لعرض المسودة الأولى المعدلة بعد الاجتماع على قيادات حماس وخاصة السيد خليل الحية الذي كان وصل إلى القاهرة في الجمعة الماضية، واستمعت مصر منه على ملاحظاته قبل أن تتم صياغة ورقتها الأولى. الآن حماس مدعوة لأن تقول رأيها في المسودة الثانية، هناك فرصة لكبح جماح العملية العسكرية التي هناك إجماع إسرائيلي عليها. يجب أن نشير إلى هذه المنطقة، إلى هذه المسألة، لأنه حتى بني جانس وإيزنكوت مجمعين أيضا على أهمية وضرورة وحتمية هذه العملية، ولكن هناك شروط لتنفيذ هذه العملية، منها
إعادة العدد الأكبر من المواطنين الفلسطينيين الذين تم إجبارهم على النزوح إلى رفح، الآن تكتي في حركة معاكسة إعادتهم إلى المناطق التي نزحوا منها لتقليل عدد المواطنين، ومن ثم كمان موافقة مصرية على العملية في حدودها الجديدة. الولايات المتحدة على لسان في تصريحات لبايدن قال أن هذه العملية يجب أن تكون موثوقة وأن لا تمس بالمدنيين الفلسطينيين، لكن نتنياهو مصر على نعم ما يسميه بالنصر المطلق والنصر الكبير، وبالتالي كل المحاولات التي جرت في القاهرة والتي ما تزال مستمرة هي لنزع فتيل هذه الحرب نعم وتأمين حق المواطنين في غزة وفي رفح تحديدا، في يعني إنقاذهم من احتمالات كبرى لكارثة غير نعم مسبوقة في فلسطين. وبالتالي يمكن أن نقول أن التهديد المصري هنا أو الضغط المصري على إسرائيل يمكن أن نقول أنه أعطى ثماره بعض الشيء، خاصة وأن إسرائيل على ما يبدو بدأت نوعا ما تراجع من حساباتها في هذه المسألة. يعني هذه مسألة صحيحة، لكن أيضا الأمر يتوقف على رد حماس، لأنه على حماس أن تتحمل مسؤوليتها أيضا. يعني مصر تضغط من أجل إنزال إسرائيل من على الشجرة التي ارتفعتها وتصميمها على تنفيذ هذه العملية، وتحاول مصر أن تكسب وقتا حتى يتم يعني إفراغ هذه المنطقة من الغالبية من عدد كبير من السكان. نعرف أن رفح 55 كيلومتر مربع الآن عليها 1,300,000 مواطن، لكن أيضا هناك مسؤولية على حماس، يجب أن نكون واقعيين وصريحين، هناك مسؤولية على حماس أن تقرر أنها أيضا ستشارك بردها في حماية المواطنين الفلسطينيين وحماية رأس المقاومة، لأن هذه المعركة التي ربما تكون حاسمة في منذ 7 أكتوبر وحتى الآن، يجب أيضا أن نحافظ على حماس وعلى أولا على الشعب الفلسطيني في رفح، ومن ثم على المقاومة أيضا. رد حماس يجب أن يأخذ في عين الاعتبار هذه المسألة، خاصة أن ورقة القاهرة الأولى تركز على المرحلة الأولى فقط من هذه العملية التفاوضية التي تتضمن مراحل أخرى. لدى حماس إذا وافقت على الإفراج عن مجموعة المدنيين الموجودين، ما يزال لدى حماس ذخر من الأسرى والرهائن يمكنها من معاودة المطالبة بهدن أخرى، وربما متغيرات تدخل على الخط وتنقذ نعم يعني الشعب الفلسطيني، وربما أيضا تنقذ رأس المقاومة مما يحاك لها من قبل العدوان الإسرائيلي نعم والحكومة الإسرائيلية المتطرفة. طيب بالعودة إلى أوراق الضغط المصرية هنا، هل يمكن أن نقول أن التهديد بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد هنا كانت مفاجئة بالنسبة لإسرائيل، ويمكن أن نعتبرها ربما ورقة الضغط الأكبر الآن لدى مصر؟ سأكون صريحا معك، أنا واحد من أكثر الذين شرحوا وطالبوا إذا ما اجتاحت إسرائيل رفح ومست بالسيادة المصرية وخاصة محور فيلادلفيا، فإنه على مصر أن تتخذ مسارات متتالية. المسار الأول هو مسار سياسي دبلوماسي، مصر استطاعت أن تجمع مواقف أغلب الدول وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لرفض التهجير القسري، لكن أيضا على المسار الثاني مصر تحركت عسكريا بما يسمى بالهندسة العسكرية لإقامة عوازل ومناطق وقواطع من الرمال المرتفع حتى تمنع الجانبين تفريغ قطاع غزة عن طريق التهجير القسري وأي محاولة إسرائيلية لتجاوز خطه أو محور فيلادلفيا. المحور الثالث هو كان التهديد ب أن مصر ستجمد العمل باتفاقات السلام التي وقعت سابقا، وحتى باتفاق فيلادلفيا مرفق أو بروتوكول محور فيلادلفيا. لكن للأسف الشديد يجب أن أقول بصراحة شديدة أن السيد وزير الخارجية المصرية أدلى بتصريح أول أمس قال مصر متمسكة بالاتفاق وهي سارية المفعول منذ 40 عاما. قد يفهم من ذلك أن مصر وضعت نفسها في مكان الوسيط بين إسرائيل وبين حماس حتى تنجح هذه الوساطة التي أهم ما فيها هي إنقاذ الشعب الفلسطيني وإعطاء فرصة لحماس لإعادة ترتيب وضعها الدفاعي مرة أخرى بعد 135 يوما من هذه الحرب. لكن في تصريح مهم أيضا للمصريين قال أن كل الوسائل وكل الخيارات موضوعة على الطاولة، ربما بما فيها ربما تجميد هذه نعم حركة مصر 40 دبابة إلى غرب رفح وإلى شرق رفح وعربيات مدرعة عليها عدد كبير من الجنود، ربما تحسبا
لأي تطورات لاحقة إذا ما اجتاحت إسرائيل. نعم، رفح سؤال أخير وباختصار لو سمحت، في تعليق ربما أخير على ما يصدر من إسرائيل هنا، خاصة من جانب اليمين المتطرف في حكومة الحرب الحالية، من وزير المالية بالتحديد بتسليل سموتريتش الذي هاجم مصر بشكل لافت يعني مؤخرا، وقال حتى أن مصر هي المسؤولة عن ما حدث في 7 أكتوبر. كيف تعلق على ذلك؟ يعني ردت مصر بحزم وقالت أنها لا يمكن أن تضيع وقت في مثل هذه المهاترات. سموتريتش إذا جرت أي انتخابات مقبلة فإنه سوف يفقد مقاعده في الكنيست، لكن هذه يعني أحد أبرز ملامح هذا اليمين المتطرف المتعفن الذي طالبت أغلب الدول، التي منعت أغلب الدول التعامل معه. الولايات المتحدة عندما أقامت يوم الولايات المتحدة في القدس لم تدعي له ولا بن غفير، وأيضا الاتحاد الأوروبي كله، أغلب دول كلها، كل دول الاتحاد الأوروبي لا تتعامل مع هذين الوزيرين. وأنا أعتقد أن هؤلاء إلى مزبلة التاريخ يعني، ولا يجب الاهتمام بهم كبير. لكن انضم لهم، يجب أن نقول اليوم أن ليبرمان الذي كان وزيرا للحرب في وقت من الأوقات انضم إلى هؤلاء وقال سنجتاح رفح حتى إذا قبلت مصر أو لم تقبل، وهو أيضا من المتطرفين اليمنيين الذي قال في يوم من الأيام أنه مستعد لضرب السد العالي بالقنبلة النووية، وهو هزيان. كل هذا يمكن أن نقول عليه هزيان شكرا من اليمين جزيلا. المتطرف الإسرائيلي. نشكرك جزيل الشكر على المشاركة معنا في هذا النقاش من القاهرة، دكتور سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية.